العربية. أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي من موسكو الباحث في الشؤون الروسية يفغيني سيدوروف، من موسكو أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الحمزة، ويشاركنا الحوار من برلين الباحث في الشؤون الأوروبية ميسرة بكور. نتيجة سيئة لا سمح الله. أستاذ ميسرة، موسكو سهلت عملية نقل المعارض إلى ألمانيا، لماذا أوروبا تريد توريطها إذن؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام. موسكو لم تسهل حقيقة. موسكو كما قال الزميل قبلي الدكتور محمود، روسيا تمهلت حوالي 4 أيام أو شيء من هذا القبيل حتى يتم إنهاء السم أو تخفيف السم في جسد نافالني، أليكسي نافالني، وثم تحت الضغوطات الأوروبية وخوفا من أن يموت بالمشفى، وثم تصبح الجريمة جريمتين، جريمة التسمم وجريمة قتلي وقتله في المشفى أو إخفاء الأدلة في المشفى. إذا هي تمهلت عدة أيام حتى اطمأنت نوعا ما أن هناك قسم كبير من السم قد خرج من جسمه. ربما نفس السؤال الذي وجهته سابقا لضيفي أستاذ يفغيني أطرحه من جديد عليك أستاذ ميسرة، لماذا يجب أن نصدق الرواية الأوروبية أو الألمانية أو نصدق الناتو؟ فهم نشت كما يقولون الألمانيين، ولماذا لا؟ طيب فيكتور بوشتينكو الزعيم الأوكراني الذي كان مرشح للانتخابات في عام 2004، لماذا تسمم بنفس الطريقة؟ سيبكرال الأسماء صعبة عليه في بريطانيا، المعارض الروسي الذي قتل هنا في ساحة عامة أو في حديقة عامة في برلين، وفي عام 2007 عندما تحدثت بريطانيا عن استهداف معارضينا في بريطانيا قام بوتين بتكريمها هؤلاء، الجهة المتهمة قام بتكريمها وترشيحها لمجلس النواب. فرنسا تحدثت عن استخدام جبال الألب للفرقة الروسية هنا في أوروبا من أجل تصفية اغتيالات. يعني نستطيع أن نعد 10 أسماء. طيب، ومنهم 2 أستاذ يفغيني طرح سؤال قبل قليل، لكن أمر آخر. لحظة، تفضل سيدتي كلمة. زوج صديقته لنافالني ايضا تسمم من فتره قريبه بنفس الموضوع بنفس السياق. وروسيا التي انا احد الاشخاص فقدت اخوي الاثنين بسبب جرائم روسيا وارهاب روسيا، قتل اخواتي 2 في سوريا بسبب جرائم بوتين الذي اباد الشعب السوري واباد الشعب. دعنا نركز على قضيه نافالني ويعمل مشاكل في جورجيا، كل هذه المشاكل. طيب، انا اقصد جمله العوامل. استاذ ميسرة، برلين تقول انه توجد ادله قاطعه على تعرض المعارض الروسي للتسميم. استاذ يفغيني قبل قليل قال لماذا ترفض المانيا تسليم هذه الادله؟ لا يمكن ان يكون هناك يعني تنسيق بين الجانبين وهي ترفض تسليم الادله. لأن الكرملين منذ أيام بدأ بالتشكيك واتهام أوروبا، وأنت تحدثتم في التقرير بنقطة هامة بأن الغرب يريد من وراء كل هذه الأمور انتزاع بعض التنازلات، وأنا أؤيدكم بما ذهبتم إليه، ولكن روسيا لا يمكن الوثوق بها، ربما تتلف الأدلة، ربما تقوم بأشياء مضادة. يعني هي الآن عندما تقوم بكل ما تقوم به سواء في ليبيا أو في سوريا أو تقوم بتدمير كل شيء وتتلف كل شيء. بالتالي ألمانيا عندما تقول السيدة ميركل بأنها سمعت كل الأخبار ومن ثم اتخذت حزمة من الإجراءات، لاحظي أن الموضوع منتهي بالنسبة للسيدة ميركل، اتخذت مجموعة من الإجراءات وستتخذ مزيد من الإجراءات، يعني إجراءات حالية وإجراءات مستقبلية، وهي تقول أن الجواب هو الجواب الوحيد. طيب، على هذا السؤال هو موجود عند الكرملين، يعني السيدة ميركل لديها. طيب أعود لي أستاذ يفغيني، أريد أن أسأل لو سمحت، ما علاقة بيلاروسيا بحادثة نافالني؟ وصرحت كذلك، ربما أتوجه للأستاذ ميسرة، صرحت كذلك ميركل أن جريمة تسميم نافالني تطرح أسئلة صعبة لا يمكن إلا لموسكو أن تجيب عليها. ما الإجابات التي تريد برلين أن تسمحها؟
يعني مجلس النواب او البوندستاغ او لجنه الاستخبارات في المجلس النواب ستعقد جلسه في المجلس خاصه بهذا الموضوع، وسيكون مهمه هذه الجلسه تحديد المسؤولين، تصوري تحديد المسؤولين او الجهه المسؤوله عن تسميم هذا المعارض الروسي. إذا لديهم معطيات كاملة ويريدون الآن أن يحددوا، أن يقولوا فلان أو الجهة الفلانية أو المخابرات أو سيحددون في هذا الموضوع. أريد ماذا لو يتم تحديد أسماء؟ حيث الضغوطات يعني لاحظ ميسرة. فرنسا مسؤولة على القضية، ماذا لو يتم تحديد أسماء يعني أو جهات، نعم جهات أو أسماء يعني متورطة في هذه القضية، هل سيتم إيقاف إنشاء خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا؟ السيدة المستشارة ميركل المستشارة الألمانية قالت اتخذت حزمة شاملة، ولكن ستكون مقسمة إلى أجزاء، يعني أشياء ستقوم بها الآن وأشياء ستقوم بها بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين. ولاحظ بموضوع الحديث الضغوطات الأوروبية، يعني المرشح للمستشارية في العام القادم بعد ميركل يطالب قصر الأليزي بفك الارتباط مع الارتباط العلاقات الخاصة مع طيب مع هل حقيقة هناك ضغوط تمارس على ألمانيا؟ ومن ثم السؤال، على العكس انا اقول لك عكس، ان المانيا تطلب من الاليزي من ماكرون فك الارتباط مع الكرملين. هذا المرشح لان يكون بديلا لميركل هو طالب بهذا الكلام. كل الاحزاب الداخليه من عدا شكرا جزيلا لك، للاسف انتهى وقت البرنامج. الذي يدعم بوتين شكرا جزيلا لك من برلين الباحث في الشؤون الأوروبية ميسرة باكور. شكرا لضيفي من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الحمزة، والشكر كذلك لضيفي من موسكو الباحث في الشؤون الروسية يفغيني سيديروف. والشكر موصولكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، في أمان الله. جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش اليوم أبعاد قضية تسميم المعارض الروسي أليكس نافالني، ما الدافع وراء مساعي الغرب لتدويل القضية، وهل تشكل هذه القضية مأزقا لموسكو؟ ما الدافع وراء موافقة موسكو أصلاً على نقل المعارض الروسي أليكس نافالني إلى ألمانيا؟ هل كانت تخشى من توتر العلاقات بسبب مشروع السيل الشمالي الثاني الذي تقيمه مع برلين؟ أم إن الأمر يشير لشيء يفهمه الأوروبيون؟ من جهة أخرى، هل الغرب صادق في الدفاع عن المعارضين في موسكو أو في غيرها؟ أم إنه يستثمر هذه القضية لانتزاع تنازلات روسية؟ ما السبب وراء تحرك الناتو ودول أوروبية لإدانة تسمم المعارض الروسي والمطالبة بتحقيق دولي؟ وهل تترابط القضية فعلا مع ما يحدث في بيلاروسيا؟ كيف ستكون تداعيات هذه القضية؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي من موسكو الباحث في الشؤون الروسية يفغيني سيدوروف.
من موسكو أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الحمزة، ويشاركنا الحوار من برلين الباحث في الشؤون الأوروبية ميسرة بكور. نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير. أزمة جديدة بين روسيا والغرب على خلفية تدهور صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني. حلف شمال الأطلسي يتهم موسكو بتسميم الرجل والكريملين ينفي. لم تفتر الأزمة بين موسكو وبروكسل بعد محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا عام 2018 حتى اشتدت ثانية بعد تعرض أبرز خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسميم بيد روسية حسب الرواية الأوروبية. المحامي أليكسي نافالني البالغ من العمر 44 عاما مريض فجأة خلال رحلة جوية الشهر الماضي، خضع للعلاج في سيبيريا ثم نقل إلى برلين بطلب من عائلته حيث ما يزال في غيبوبة اصطناعية. ثارت ثائرة أوروبا إذ باتت قضية نافالني أكبر من نافالني نفسه، فخلال اجتماع استثنائي بشأن القضية طالب الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ موسكو بالكشف عن برنامج غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طور خلال الحقبة السوفيتية، وتتهم موسكو اليوم باستخدامه سلاحا كيميائيا ضد معارضيها، نافالني من بينهم. هناك دليل على أن أليكسي نافالني تسمم باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، ويجب على الحكومة الروسية أن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيق دولي محايد، كما ندعو موسكو إلى تقديم الكشف الكامل عن برنامج نوفيتشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية. بروكسل وبرلين وباريس ولندن وواشنطن ومراكز صنع قرار غربية أخرى ناهيك عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتمعت على قلب رجل واحد بإدانة تسميم نافالني باستخدام سلاح كيميائي محظور، فيما لم يستبعد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موسكو. وبينما اتسع الخرق على روسيا هون الكريملين من شأن القضية وقال إنه يربأ بالغرب أن يتخذ أحكاما مسبقة مبديا استعداده للتعاون التام في التحقيقات. همام سعدة، تي آر تي عربي. أستاذ يفغيني أبدأ نقاش معك، بداية لماذا يجب أن نصدق الرواية الروسية؟ ما الذي يستدعي تصديقها خاصة مع وجود اتهامات سابقة موجهة لموسكو بتسميم عدد من المعارضين البارزين السياسيين للكريملين؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أنا أعتقد بأن كل حالة وكل حادثة من الحوادث التي وقعت بعدد من المعارضين وبعض الشخصيات السياسية والصحفيين لا يمكن أن ننظر إليها نظرة واحدة، لأن كل هذه الحادثة عبارة عن يعني حادثة مستقلة ولها ربما تداعيات وأسباب وبعض العوامل المتعلقة بالسياسة بشكل عام. كيف تختلف حادثة نافالني عن باقي الحوادث السابقة أستاذ يفغيني؟ حادثة نافالني تختلف مثلا عن حادثة سيرغي سكريبال لكونها وقعت على الأرض الروسية، بينما حادثة تسميم سكريبال وابنتها حدثت على أرض بريطانيا، وبالتالي يعني هناك فوارق كبيرة. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بقضية تسميم سيرغي سكريبال كما يزعم في الدول الغربية، فعلى الأقل كانت هناك بعض الوقائع والمواد التي قد سلمها الجانب البريطاني إلى روسيا. لكن نحن لا نتحدث عن صحة هذه الأنباء، وإنما تم تسليم. اسمحي لي أن أكمل الفكرة. أما الآن فيما يتعلق بحديثة نافالني، فإن الجانب الألماني ومعه جهات أخرى ترفض رفضا قاطعا تسليم أي مواد أو أدلة تنم عن أن هناك بالفعل استخداما للغاز نوفيتشوك، وهذا الأمر يطرح بعض التساؤلات الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين روسيا
والدول الغربية ومنها ألمانيا في المقام الأول إلا في حالة وجود مواد ويعني إثباتات ودلائل أو أدلة لها علاقة بهذه الحادثة. على أي حال حتى الآن الجانب الألماني رفض رفضا تاما وهو ساكت على أي طلب، لم يرد على أي طلب روسي فيما يتعلق بتسليم المواد المتعلقة بهذه الحادثة وبالغاز. طيب نفتح هذه النقطة بعد قليل مع ضيفي من فئة أو مجموعة من الجانب الروسي. لو سمحت أستاذ يفجني، لم تجبني عن سؤالي، لماذا يجب أن نصدق الرواية الروسية؟ الجانب الروسي مستعد لتقديم أي شيء، ولكن هذه العملية لا يجوز أن ننظر إليها على أنها بمثابة حركة ذات اتجاه واحد. لكل حركة ولكل شارع إذا تحدثنا عن المرور اتجاهين، وبالتالي كل خطوة روسية يجب أن تلقى خطوة أخرى جوابية من قبل الدول الغربية، وإلا فإن روسيا أمام سيل من الاتهامات ولا تستلم ولا تتلقى أي مواد وأي أدلة من الجانب الألماني. يعني في هذه الحالة كل الأحاديث عن هذه الحادثة لا معنى لها. طيب دكتور محمود الحمزة، ما رأيك فيما تفضل به ضيفي أستاذ يفجني، وما السيناريو المرجح من طرفكم لتشككوا في الرواية الروسية؟ أول مساء الخير لك ولضيوفك الكرام الأخوة المشاهدين. أنا يعني شوي أختلف عن الصديق يفجيني سيدروف، أنه كل الحوادث التي تمت سواء على الأرض الروسية أو الأرض الأراضي الأجنبية الحقيقة مترابطة، ليست منفصلة عن بعضها، فكلهم أما معارضين أو شخصيات انشقوا على النظام المخابرات الروسية، أما ناس كان جاسوس إلى آخره، يعني كلها شخصيات بالنتيجة معارضة للسياسة الروسية، وبالتالي كل التسميم وعمليات حتى عمليات الاغتيالات، هناك اغتيالات لشخصيات معارضة كبيرة جدا تمت. الشيء المشترك في كل هذه العمليات أنه لم يعلم أحد حقيقة ما جرى، يعني كلها مواضيع تبقى غامضة وتسجل قضايا ضد مجهول. أما قضية نافالني بالذات فهي حدثت في روسيا، هذه يعني من مسؤول عن أمن نافالني؟ هو أكيد السلطات الروسية، يعني ولم يذهب إلى موسكو تسمح بخروج المعارضين بعد تسميمهم، هو موجود في روسيا. ما مصلحة موسكو في ذلك؟ لا، هل نافالني بدون شك معارض عنيد وشرس للنظام في روسيا، وقام بإصدار فيديوهات كثيرة، فيديوهات يعني مؤثرة وتفضح الفساد في السلطة الروسية، وأعتقد أن هناك كثير. طيب برأيك لماذا لم تصفيه داخل الأراضي الروسية؟ نافالني جدا في مراكز القوى. عفوا، لماذا لم تصفي نافالني داخل على الأراضي يعني الروسية؟ لماذا سمحت بخروجه؟ هلا وضعه طبعا بقي عد يومين تقريبا في المشفى، والحقيقة وضعه كان غامض يعني غير واضح، وبالتالي ولم يشخص وضعه بشكل دقيق، ولذلك صار في ضغوطات دولية ومحلية، وطلبت زوجة نافالني من السيد الرئيس بوتين انه تسمح، وهذا حقه الطبيعي انه يسمحوا باخراجه الى ألمانيا للعلاج، هذا حقه كمواطن ان يذهب لمشفى اخرى. يعني برأيك بهذه السهولة تسمح موسكو بخروج معارض كما قلت أنت قبل قليل، معارض شرس يعني من يخرج من أراضيها؟ أنا أعتقد أن الكريملين أو موسكو اختارت يعني أهون الشرين. إذا بقي في المشفى في روسيا ولا سمح الله أصابه مكروه أو توفي، فتكون مشكلة كبيرة، وإذا سمحوا له يخرج أيضا هي مشكلة بالنسبة لروسيا، ولكن اختاروا أن يخرج حتى لأنه في ضغوطات حقيقة، إذا ما سمحوا له صار معه شيء تكون مسؤولية يعني كبيرة. اختارت أسهل الحلين، يعني بين روسيا أزمة كبيرة جدا مع الغرب. طيب اختاروا أسهل الحلين، وإذا أصابوا شيء سيكون ليس على الأرض الروسية، سيكون في ألمانيا. يعني كانت النتيجة سيئة لا سمح الله. أستاذ ميسرة،
موسكو سهلت عملية نقل المعارض إلى ألمانيا، لماذا أوروبا تريد توريطها إذن؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام. موسكو لم تسهل حقيقة. موسكو كما قال الزميل قبلي الدكتور محمود، روسيا تمهلت حوالي 4 أيام أو شيء من هذا القبيل حتى يتم إنهاء السم أو تخفيف السم في جسد نافالني، أليكسي نافالني، وثم تحت الضغوطات الأوروبية وخوفا من أن يموت بالمشفى، وثم تصبح الجريمة جريمتين، جريمة التسمم وجريمة قتلي وقتله في المشفى أو إخفاء الأدلة في المشفى. إذا هي تمهلت عدة أيام حتى اطمأنت نوعا ما أن هناك قسم كبير من السم قد خرج من جسمه. ربما نفس السؤال الذي وجهته سابقا لضيفي أستاذ يفغيني أطرحه من جديد عليك أستاذ ميسرة، لماذا يجب أن نصدق الرواية الأوروبية أو الألمانية أو نصدق الناتو؟ فهم نشت كما يقولون الألمانيين، ولماذا لا؟ طيب فيكتور بوشتينكو الزعيم الأوكراني الذي كان مرشح للانتخابات في عام 2004، لماذا تسمم بنفس الطريقة؟ سيبكرال، الأسماء صعبة عليه، في بريطانيا المعارض الروسي الذي قتل هنا في ساحة عامة أو في حديقة عامة في برلين، وفي عام 2007 عندما تحدثت بريطانيا عن استهداف معارضين في بريطانيا قام بوتين بتكريم هؤلاء، الجهة المتهمة قام بتكريم مترشحا لمجلس النواب. فرنسا تحدثت عن استخدام جبال الألب للفرقة الروسية هنا في أوروبا من أجل تصفية اغتيالات. يعني نستطيع أن نعد 10 أسماء. طيب، ومنهم 2 أستاذ يفغيني طرح سؤال قبل قليل، لكن أمر آخر، لحظة، تفضل سيدتي كلمة. زوج صديقته لنافالني أيضا تسمم من فترة قريبة بنفس الموضوع بنفس السياق. وروسيا التي أنا أحد الأشخاص فقدت أخوي الاثنين بسبب جرائم روسيا وإرهاب روسيا، قتل إخواتي 2 في سوريا بسبب جرائم بوتين الذي أباد الشعب السوري وأباد الشعب. دعنا نركز على قضية نافالني ويعمل مشاكل في جورجيا، كل هذه المشاكل. طيب، أنا أقصد جملة العوامل. أستاذ ميسرة، برلين تقول أنه توجد أدلة قاطعة على تعرض المعارض الروسي للتسميم. أستاذ يفغيني قبل قليل قال لماذا ترفض ألمانيا تسليم هذه الأدلة؟ لا يمكن أن يكون هناك يعني تنسيق بين الجانبين وهي ترفض تسليم الأدلة. لأن الكرملين منذ أيام بدأ بالتشكيك واتهام أوروبا، وأنت تحدثتم في التقرير في نقطة هامة بأن الغرب يريد من وراء كل هذه الأمور انتزاع بعض التنازلات، وأنا أؤيدكم بما ذهبتم إليه، ولكن روسيا لا يمكن الوثوق بها، ربما تتلف الأدلة، ربما تقوم بأشياء مضادة. يعني هي الآن عندما تقوم بكل ما تقوم به سواء في ليبيا أو في سوريا أو تقوم بتدمير كل شيء وتتلف كل شيء. بالتالي ألمانيا عندما تقول السيدة ميركل بأنها سمعت كل الأخبار ومن ثم اتخذت حزمة من الإجراءات، لاحظي أن الموضوع منتهي بالنسبة للسيدة ميركل، اتخذت مجموعة من الإجراءات وستتخذ مزيد من الإجراءات، يعني إجراءات حالية وإجراءات مستقبلية، وهي تقول أن الجواب هو الجواب الوحيد. طيب، على هذا السؤال هو موجود عند الكرملين، يعني السيدة ميركل لديها. طيب، أعود لي أستاذ يفغيني، أريد أن أسأل لو سمحت، ما علاقة بيلاروسيا بحادثة نافالني؟ أنا لا أرى علاقة مباشرة بين أو حتى غير مباشرة بين هاتين الحادثتين، الاضطرابات في بيلاروسيا والاحتجاجات على نتائج الانتخابات وإلى آخره، الكل يعلم هذه الأحداث التي تشهد بيلاروسيا في الفترة الأخيرة، وبين حادثة تسميم نافالني. هناك من يحاول أن يربط بين هاتين الحادثتين ويقول أن روسيا تخشى ربما من تكرار ما يحدث في بيلاروسيا، وبالتالي هي
تريد القضاء أو تصفية أحد أبرز المعارضين في روسيا. في الحقيقة اسم نافالني معروف في كبريات المدن الروسية. بالنسبة للأطراف النائية والأقاليم البعيدة عن المركز عن العاصمة وكبريات المدن لا يعلم عن نافالني إلا قلائل وأنصاره بدرجة الأولى. الآن بعد هذه الحادثة والضجة المثارة حولها أصبح اسم نافالني بطبيعة الحال معروفا للجميع، لأن الأنباء الواردة من مختلف المصادر حافلة بهذه الحادثة. هذا أولا. ثانيا، عندي ملاحظة على ما تفضل به صديقي الدكتور محمود حمزة بأن روسيا ربما يعني تأثرت بالضغوط التي مورست عليها لنقل نافالني إلى برلين، وكان يجب عليها كما قال أن تلبي طلبات زوجة نافالني وإلى آخره. أريد أن أذكركم بأن لوائح داخلية طبية في روسيا تسمح للطبيب بأن يبقي المريض فيما إذا كان هناك شيء ما يهدد صحته ويهدد حالته الصحية، ولكن يبدو أن روسيا ربما أصغت إلى الضغوط الخارجية ووافقت على نقل نافالني إلى برلين. ألمانيا تشكك في ذلك، يعني لماذا تشكك ألمانيا في الرواية الروسية؟ وهناك ربما مشروع سيل غاز بين البلدين، ما مصلحة ألمانيا في كل هذا؟ الحقيقة أن ألمانيا وجدت نفسها في حالة ربما يمكن تسميتها ما بين الغازين. الغاز الأول هو غاز نورد ستريم لتوريدات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، والغاز الثاني هو غاز الأعصاب الذي تم تصميم نافالني بواسطته كما تزعم المصادر الألمانية، ومنها قبل كل شيء مصادر في بوندسفير في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الألمانية. بطبيعة الحال ربما هناك علاقة بين هاتين الحادثتين، بمعنى إنه لا، أنا لا أرى مصلحة ألمانيا في ذلك، لأن بالفعل ألمانيا من جهة وهي من الدول نوعا ما معتدلة بالنسبة للعلاقات مع روسيا، وهي مهتمة بإكمال هذا المشروع، مشروع نورد ستريم للغاز الروسي إلى ألمانيا. من جهة أخرى هناك ضغوط داخلية على السيدة ميركل سواء من ألمانيا أو من الناتو أو من دول الاتحاد الأوروبي، وكلهم يصرون على ضرورة التخلي عن هذا المشروع أو على الأقل عن تجميده. يبدو أن هناك لعبة سياسية كبرى وراء كل هذه الحوادث، لأننا نعلم أن هناك تنافسا شديدا بين الغاز الروسي والغاز الأمريكي، وبالتالي هناك مصلحة للولايات المتحدة. هناك تغير للتقييمات الأمريكية. طيب، للتقييمات الأمريكية لهذه الحادثة. في البداية السيد ترامب أو المصادر الأمريكية قالت أنه ليس لديهم أي أدلة على دلوع الكريملين في هذه الحادثة. الآن تغيرت لهجتهم وهم لا يستبعدون أن هناك غازا من فئة أو مجموعة نوفيتشوك تم استخدامه لتصميم نافالني. وراء كل ذلك مصالح اقتصادية ومصالح الشركات الكبرى. أعود للدكتور محمود الحمزة، هل موسكو مستفيدة داخليا من هذه القضية أستاذ حمزة، ربما إلى الحد الذي لا تأبه فيه للتداعيات الخارجية؟ لا، يعني أي عمل يوجه ضد معارض أكيد هو سلاح ذو حدين، يعني من جهة السلطة تتخلص من دوره ومن مشاكله التي يخلقها للسلطات، ومن جهة أخرى طبعا تتسع شعبيته بين الناس أو سيعرف عنه الناس أكثر. يعني هو الموضوع ليس، لا نستطيع أن نقول، لكن إيجابياته للسلطة أكثر من سلبياته. التخلص من نافالني أو من شخصيات معارضة مثل نيمسوف اللي قتلوه من القرب من الكريملين، حتى بدون شك التخلص من شخصية قيادية هذا التخلص معارضة يكون حتى على حساب، هذا أكيد من صالح النظام، على حساب العلاقات الخارجية، على ربما تسميم علاقات مع ألمانيا، ربما إيقاف مشروع السيل كذلك. هل يستحق الأمر كل هذا؟ لا، لنكن واقعيين،
لنكن واقعيين، لا ألمانيا ولا أمريكا ولا الغرب ولا روسيا، كلهم يتصرفون من وحي المصالح الاقتصادية والأجندات السياسية. يعني موضوع المعارض هذا حجر الشطرنج في لعبة أكبر، يعني حقيقة هو ضحية لما يجري من صراعات دولية وإقليمية. ولذلك يعني ميركل بالبداية بالفعل صرحت بأنه هذا حادثة نافالني لن تؤثر على موضوع العلاقات مع موسكو، ولكن هناك ضغوطات، وصرحت كذلك مع الأستاذ إيفغيني، هناك ضغوطات من الناتو. طيب، وصرحت كذلك ضغوطات لإيقاف السيل الشمالي للغاز. سأتطرق لهذه النقطة. وصرحت كذلك، ربما أتوجه للأستاذ ميسرة، صرحت كذلك ميركل أن جريمة تسميم نافالني تطرح أسئلة صعبة لا يمكن إلا لموسكو أن تجيب عليها. ما الإجابات التي تريد برلين أن تسمعها؟ يعني مجلس النواب او البوندستاغ او لجنه الاستخبارات في المجلس النواب ستعقد جلسه في المجلس خاصه بهذا الموضوع، وسيكون مهمه هذه الجلسه تحديد المسؤولين، تصوري تحديد المسؤولين او الجهه المسؤوله عن تسميم هذا المعارض الروسي. إذا لديهم معطيات كاملة ويريدون الآن أن يحددوا، أن يقولوا فلان أو الجهة الفلانية أو المخابرات أو سيحددون بهذا الموضوع. أريد ماذا لو يتم تحديد أسماء حيث الضغوطات؟ يعني لاحظ ميسرة فرنسا مسؤولة على القضية، ماذا لو يتم تحديد جهات أسماء جهات يعني أو جهات جهة. نعم، جهات أو أسماء يعني متورطة في هذه القضية. هل سيتم إيقاف إنشاء خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا؟ السيدة المستشارة ميركل، المستشارة الألمانية، قالت اتخذت حزمة شاملة ولكن ستكون مقسمة إلى أجزاء، يعني أشياء ستقوم بها الآن وأشياء ستقوم بها بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين. ولاحظ بموضوع الحديث الضغوطات الأوروبية، يعني المرشح للمستشارية في العام القادم بعد ميركل يطالب قصر الإليزيه بفك الارتباط مع الارتباط العلاقات الخاصة مع طيب هل حقيقة هناك ضغوط تمارس على ألمانيا؟ ومن ثم السؤال، على العكس أنا أقول لك عكس، أن ألمانيا تطلب من الإليزي من ماكرون فك الارتباط مع الكرملين. هذا المرشح لأن يكون بديلا لميركل هو طالب بهذا الكلام. كل الأحزاب الداخلية من عدم، شكرا جزيلا لك، للأسف انتهى وقت البرنامج. الذي يدعم بوتين، شكرا جزيلا لك من برلين الباحث في الشؤون الأوروبية ميسرة باكور. الشكر لضيفي من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الحمزة، والشكر كذلك لضيفي من موسكو الباحث في الشؤون الروسية يفغيني سيدروف. والشكر موصولكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. في أمان الله.